دعت مصر إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص على خلفية حدث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة الجمعة الماضية. أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تؤكد أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة وضرورة تجنيب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الاوضاع وتغيير الوضع القائم علي طول خطوط وقف اطلاق النار والمنطقه العازله كما دعت مصر الي العوده الي مسار التسويه الشامله للقضيه القبرصيه وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلاه